سننتقل من القاهرة إلى بيروت. من هناك سينضم إلينا العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير، مناورات جوية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، نشر أنظمة هايمارس الأمريكية في تالين في إستونيا، دبابات مشاة ماردين ألمانية إلى أوكرانيا، منظومة باتريوت أمريكية ومركبات برادلي أيضا إلى أوكرانيا، الفرقات الروسية الأميرال جورشكوف تتحرك قرب سواحل الناتو، والحديث الآن عن هدنة، ماذا بعد هذا؟ مساء الخير. يعني لا شك أنه هناك يعني جو واضح من التجييش والتسليح الذي أصبح يتجاوز كثيرا الحرب البرية الدائرة في أوكرانيا. يعني عندما ننظر إلى الدول الراغبة بشراء منظومات الهايمار، ونتكلم هنا عن دول غرب الناتو، يتضح لنا أنه هناك، وطبعا هذه المنظومات لن تسلم قبل العام 2024 كما يرد في يعني الاتفاقيات، ولكن هذا يعني أن الدول المتاخمة أو الحدود الغربية الشمالية الغربية لروسيا أصبحت تتزود بمنظومات هايمارس، منظومات صاروخية، بما يعني وكأن هناك نوع من التهديد لموسكو مباشرة ولبيلاروسيا. فإذا يعني إذا إن نظرة سريعة إلى الخريطة تؤكد أنه عندما تقدم أستونيا أو لاتفيا أو ليتوانيا على شراء هذه المنظومات، فإنما هذا يهدد بشكل مباشر بيلاروسيا ويهدد روسيا. يعني وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه العاصمة البيلاروسية لا تبعد عن حدود ليتوانيا أكثر من 150 كيلومتر، وموسكو هي في مرمى من 500 كيلومتر، ندرك مدى أهمية هذا التهديد الذي تمثله كل هذه المنظومات الصاروخية التي قد تستعمل شرقا باتجاه موسكو وبيلاروسيا، أو قد تستعمل غربا إذا ما كان يراد يعني توتير الأجواء في بحر البلطيق وفي السواحل الروسية الغربية. من هنا يعني تأتي كل هذه، ربما هذه المناورات وهذا التسليح يواجه طبعا الحلف الروسي البيلاروسي المفتوح، والذي طبعا هناك تعاون عسكري كبير واضح يعني مهدت له أو برهنته الحركة العسكرية الروسية في بداية الحرب على الحدود الشمالية لأوكرانيا من بيلاروسيا، أو فيما بعد الحشود العسكرية الموجودة على الحدود الشمالية لأوكرانيا من جهة بيلاروسيا. إذن يعني نحن نتكلم عن جو عسكري كبير وتجييش وتسليح، ربما لا ندري إذا كان سيفضي إلى مزيد من التوتر أم أنه سيحقق توازنا ما لفرض عملية وقف إطلاق نار وللمباشرة فعلا بمباحثات جدية تحدد فعلا يعني أدوار كل هذه الدول وما هي معايير الاستقرار التي ستعتمد بنهاية كل هذا التسليح. سيدي العميد، أنت تحدثت أن هذا الصراخ التسليحي المنتشر في هذه المنطقة، هل هو وضع في قراءته الأولى يقال أن التصعيد قادم، ولكن في قراءة أخرى وأنت قدمت ذلك أن هناك احتمالية لإعادة ترتيب التوازن انتظارا لسلام أو لإنهاء هذه المعركة، احتمالاته والنسبة المئوية القادرة من قراءة هذه العمليات المرتبطة إما بالتزويد أو بنشر القطع العسكرية في أماكن لم تكن تتواجد بها من قبل؟ يعني أولا نكتشف أو هذه الحرب كشفت أنه فعلا دول التي كانت سابقا في الاتحاد السوفيتي وأصبحت جزءا من الناتو لم تكن فعلا جزءا حقيقيا من الناتو. يعني هذه الدول كانت لازالت تحتفظ بمنظومات أسلحة سوفيتية قديمة، وربما الحرب التي وقعت في أوكرانيا بصرف النظر يعني عن كل الأسباب المحيطة بها، فالصراع العسكري وقع، روسيا حاولت من خلال عمليتها العسكرية، إذا خرجنا من عملية يعني ضم المناطق وما إلى هنالك من الناس الذين من الأوكرانيين الذين يتكلمون اللغة الروسية، وإنما روسيا كانت تحاول أن تقول أنه لا يمكن أن تكون حدود الناتو متاخمة لحدود روسيا، بمعنى أن هناك أن الحدود الروسية ستكون هي حدود المواجهة بين حلف الناتو وما بين روسيا. طيب سيادة العميد، يعني لضيق الوقت يعني في هذا الاتصال أيضا،
الأميرال غورشكوف أو الفرقاطة الروسية المسماة بهذا الاسم أن تتحرك وهي فرقاطة نووية، هل معنى ذلك أنها تجب كل ما يتحرك به أو أنها تلوح أن هذا هو الخيار الأخير لروسيا وأنها مستعدة لاستعماله؟ هو استعراض قوة مفتوح من الطرفين، أن تقول أنها مستعدة كذلك للمنازلة في بحر البلطيق وعلى الحدود البحرية الشمالية الغربية لروسيا، برغم يعني، وهذا طبعا يأتي ردا على دخول مجموعة من دول اسكندنافية ودول شمال البلطيق مجددا في حلف الأطلس، بمعنى أنه انضمام هذه الدول إلى فنلندا والسويد إلى 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 حلف الأطلس يعني أنه بحر البلطيق لم يعد. لكن سيد الفاضل بإيجاز، معنى ذلك أن روسيا التي تجيد استعمال الأسلحة الاستراتيجية كالأسلحة النووية قادرة على أن تتعامل مع هذا النوع من الأسلحة التكتيكية التي تسعى الولايات المتحدة إلى نشره في هذه المنطقة؟ أو يعني أن هذا ما تمتلكه روسيا في المجمل؟ يعني لم تحصل فعلا مواجهات بحرية، ولكن يجب أن لا ننسى يعني أن روسيا تتمتع بقدرات بحرية هائلة، وقد جرى تجديد هذه الوحدات البحرية اعتبارا منذ حوالي 20 سنة تقريبا، جرى تجديدها وهي اليوم يعني في أوج قوتها. إذا نحن في الانتظار. أشكرك لضيق الوقت من بيروت السيد العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، كنت معنا من هناك من العاصمة اللبنانية.